السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن وانت بتشوف الموديل عندك شوية ريفيو، عندك شوية ملحوظات، فبتقول له ريفيو، هنا بتبدأ تقيس، هنا في الريد لاين تبدأ تكتب تكست زي ما انت عايز. وليكن مثلا هتكتب MIT مثلا، اوكي ده الموجود هنا. ممكن تعمل درو، ترسم مثلا كلاود بالشكل دوت، او ممكن ترسم مثلا اليبس بالشكل دوت، او تقول له مثلا انا عايز ارسم لاين او لاين سترينج بالشكل دوت. فبيديك ادوات تعمل بيها كومنتات زي ما انت عايز، او ممكن تعمل الكومنتات ديت على الفيو بوينت بس تقدر ترجع لهم في اي وقت. تقدر تختار اللون اللي انت هتعمل بيه الكومنتات، بحيث ممكن يكون في اكتر من نوع من انواع الكومنتات، كل واحد فيهم يبقى بلون. السيكنس نفسه تقدر تغيره، تخلي حاجة مثلا عملاقة بالشكل دوت. في عندي ان انا اضيف تاج وجنبيه حاجة اسمها كومنت. طيب لما تيجي على الكومنت تقول له في كومنت، تلاقي فاضي خالص، ما عندكش ان انت تحط كومنتات، بس ليك ان انت تحط تاج. لما تقول له تاج هيبدأ يحط لك اد كومنت، ويسألك بقى هل الكومنت ده جديد ولا شغال ولا ابروفل ولا ريسولفد. تكتب كومنت مثلا الاجهزه امتى مثلا، او اي كومنت انت عايزه تكتب اوكي. هيبدا يظهر لك هنا الكومنت والتاريخ ومين اللي عامله والكومنت اي دي والاستاتس بتاعه. ممكن تعمل كومنت تاني، اد كومنت، تكتب اي حاجه يبدا يظهر لك الكومنت التاني وهكذا. تقدر تضيف كومنت اخر اهوت. يبقى انت كده عندك 3 كومنتات تقدر تبدل بينهم، تقول انا عايز اروح لكومنت مثلا رقم 2، تمام. ممكن تكون انت مثلا فيو اخر تقول له انا عايز اروح لكومنت رقم 2، تبدل بينهم فيبدا يجيب لك الكومنتات بالشكل دوت، تمام. وتقدر تعمل فايند كومنت، تدور على الكومنت، تكتب انا عايز الكومنتات اللي تكست معين، او عايز الكومنتات اللي عاملها الشخص دوت، يظهروا لك كلهم مره واحده، او عايز الكومنتات الاكتف او الابروفد او الريزولفد. هنا داتا موديفايد بتبدا تقول انا عايز كل الكومنتات، او عايز الكومنتات اللي من تاريخ كذا لتاريخ كذا، او عايز الكومنتات اللي كانت في الشهر اللي فات، او عايز الكومنتات اللي كانت في يوم واحد اليوم اللي فات مثلا، تمام. وانت بتقول له من تاريخ كذا لكذا بيقول لك مفيش. طب انا عايزها خلال شهر مثلا، مفيش. طيب انا عامل سيرش على المشكله في الريسولف هنا الستاتس، خليها نيو، هيبدا يظهروا معاك، تمام. طيب لو انا قلت له مثلا من تاريخ كذا لكذا هيبدا يوافق. طب لو انا غيرت التاريخ ده مثلا، خليت ده 17 وخليت ده مثلا 15، مش هيلاقي حاجه خالص. ليه؟ لان الحاجات كلها كانت تمت يوم 18. هنا السورس، عايز الكومنتات اللي معموله في كاش ديتكتيف، ولا في السيلكشن سيت، ولا في الكونتيفيكيشن، ولا في التايم لينير، ولا في الفيو بوينت، ولا الريد لاين تاج اللي هي ديت. هتقدر تشوف كل الكومنتات اللي في المشروع، او تشوف مثلا اللي في الريد لاين بس، او في الفيو بوينت بس.